أنا قاعد بسكران أحمد محصاص، جاب لي 300,000. قال لي ها قلت له هذا واش هو على باله، قال لي ما على باليش. هو جاب لي وزاد بنك بيه، جاب لي وزاد قال لي فور سي فور اشتي لي زعما. رحت انا عيطت لجماعة السوق بن ولدي احمد بن محمد وبشر بن موسى، قلت لهم باش تشرو سلاح لو بروميير فيرسمون اللي عطاو لي محصاص 300,000، وعطيت المولود احمد 300,000 ضمنتو فيهم وبداو يشرو. لما بدنا الاقتناع والسلاح مثلا كاين في وشو فكونتيتي سبعة ولا ما كانش، ما لمدنا 33 إلى بذرع، لمدنا 33 بعثوهم لنا لهنا 8 في حسيرة وحولي و25 شكرا في صندوق في كانتينا. هزيتهم أنا وزقوني العربي والعربي كان قسطنطينة هو أبو جليل عمار هزيتهم في الحارة. البخات خفنا نقول لهم دوب الوحدة يفرقوا بينا، كلفنا جماعة باش نروحوا للصحراء صحراء تواتشو حتى لي فرونتيير ليبيان تونيزيان. قال لي محمد الحال شوف يا دام شنو داير، جابوا 103 جابوا يطلعهم فهم كيف نجيبوهم. تفكرت انا اللي راهو جد جدي منهم، رحت لبوي حمود هذا اللي ها عطيتو صوالح باش راه الشعير والبعير وكذا وعطيتو له الاوردر. وعبد القادر العمودي وعبد الميلودي وجماعة سدوا في اللي هي داروا الشعير وخملوا السلاح وشيو بعض اللي عادوا نهارين ولا ثلاثة، قعدوا 4 أيام نهار زيد حنا حرنا. خد شوما كاين شط قالوا شط المغالف باش ما يرقلهمش بعيد لو كونترولي قالوا انا طاح خفنا. وبعثت العربي قلت له خذ احتياطك خسر بابك ما يوقع. وبعثت سي مسلم بولعيد قلت له كاش ما يوقع جاء. وحنا نقول احمد درينا في الاكاد تحضر احمد، رحت لابن المزاد قال لي اعطي امر المسلم بولعيد باسمي خاطر هو الشيخ تاع الراس وانا شوف بارت الدوز، أعطي أمر باسمي يروح هو بنفسه، وراح مسكين هو بنفسه وجابهم ويبنوهم في الحجاج، نروحوا تفرقوا جاي تفرقوا نوفمبر تفرقوا نوفمبر، نتاع تونس الدكتور لامين والآخر وابن الوزير بعثونا لتونس أنا ويقولوا الويب حي حامد أسواح صبحت في تونس نسقسي. باب منارة سي محمد بن دحمان من خلق السديات، باب منارة كذا لا خليه لا ما وصلت من بعد القهوة قلت له عمي يحكم لي على الفاليزة هذه يعني راح نفتش على واحد من العالم. قال لي ما سكت لي جيت مع سي حامد امس وما علي قدم ما سكت لي جيت مع سي حامد قلت له قال لي حضر كسح لي عز قلب وكسح لي وبريوش. كان فرحات حشاد وكان زعيم الشباب اللي كانوا يجتمعوا ووعدونا دير دوز الشير واحد من شهودة خلال حشاني وواحد من سنية أربعة والمناضل اللي حاب يشري يروح يروح هذا في ليش يشرب من اليوم. أما تقريبا واحد سنتين يعني فحتى بضيع في المذاكرة نتاعي باش نشريها. كنت في الماي زمان نواد في الماي وفي الخمسين لو بروميي نوفمبر لو سي ماي لو دوز افريل كي نخرج خدمة خفيفة خاصة أنا بكري كنت متخصص في التجنيد والتسليح. بصح في الثورة عاد خطر حنا
من الهدف نتاعنا، هات ما يحكمش فينا الروم البر، هات السقال الجزائر وخلاص. ما بعد محمد عرف عن الخادم، لكن لبراءته وتضحيته وأعماله لما تزل وسوف تبقى تغذي أجيال الاستقلال بالوطنية الحقة وكيفية العيش من أجل الوطن لينتصر الوطن في كل معاركه.